سلام خلاص يا مش مسلسل سلام ما خلص الغباوة مش مسلسل سلام سلام يا ما خلص الغباوة مش ما خلص الغباوة بتاعت أبوك مش مسلسل العب العجل يهدي المصطبة العجل يهدي المصطبة العروسة مين بقى في التلات موزز دول عشان ما جيش على حق صاحبي يعني الرابعة ياد التلاتة ياد فين ياد التلاتة مين واحدة في التلاتة عني الرابعة يا لمبي الهي دي هي صدق أنا شفت البني أدمين بالظبط ايه لازم انت واخد اسمك الصولة دي بحبها يا لمبي بحبها طب خلاص حبيبي طب خلاص يا ريت انك بتتزف بتتبعث بس لازم تضمن حقك ايوه طبعا اللي هتقول لي از لا مفيش از لازم تضمن وده واجبي انا عليا كصاحب ها قبل ما يقف الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقي كمبيالات كمبيالات وانا اشتري ثلاجه يا لمبي يا تفهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان انما دي شكلها متخزنه بقى لها كتير ملهاش ورق الدمارك مفيش انت ماشي انا بحبها لمبي لو ما خدتهاش هموت نفسي يا ابني انت كده كده متنيل على عينك ميت الله انا عندي تجوز ابن عمك يا اخي ارحم يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احكم اختنا سمير ارضف وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك على ايه؟ نعم على ايه على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكلك تاك شكبه وتكبك ايه اللي قلت ايه على ايه ايه عم على ايه يا عم الله انا ايه اللي حامل اللي في وشه ده دي حادثه قديمه هتقدم عن سحبه من تحت دي جول معلش يا لمبي استحمله استحمله عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه يا ده يا بعد ما تقدر تتحول يا لمبي تحبس واخد بالك يا عم المرحوم احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع نعم؟ كويس من اي ارتجاع يا عم يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده بيحلم وهو قاعد يا عم لها تنفلتك الصعب معلش يا لمبي لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري الجوازة دي مش هتسلم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخليه في مفرد الجزمة كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة نتعرف عليك؟ اسمي اللمبي عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني
ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه ساعتك وطردني في الشارع برضه غصم وقدر وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت بقى انا وضح لو سمحت وضح اسنجيت يعني ترشيت ساعتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعه في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهما كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي يا سعادتك امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمنت بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب على علوكة وقشف كوخة عايزان اطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه لا تفيد واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنانه نمتع ثابت يا مسجون اتفضل كده الكلاب بتجيب من رجلين ساعات مش لابس طاية ليه؟ بسرعة طلع لسان ها؟ لسان الطاية يا مسجون لسان الطاية لسان الطاية اهو اهو البس طاية البس طاية حد كله يتحرك خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل انسوا أحب أعرفكم بنفسي أنا رياض المنفلوطي أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة حصلت على ترقيتين خبطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي تلتزم بالقوانين أحبك يا سلام صاحبي حبيبي تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك هعصرك تنسي المساجين صغيرين احب اقول لكم ان السجن هنا التزام احترس احترس مني هتلاقيني منط لك في كل مكان في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك هتلاقيني ناطط في بنطلونك هتقول الكلب ده دوني على مكتبي ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه والله انا بريء واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري الحقونا يا باب الحقونا باب امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير
تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتها تعدي على خير. يتوزعوا الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني التوه طبعا ما حدش يدخل اخر ليله فاتوها في السجن. يتوزعوا على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. يا عم انتوا بتكبروا ليه كده؟ خلاص مروح ايه؟ امال هو حل ايه؟ خلى افراج يا راجل والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا الدواء المرة دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب. البنت مش عارف ابوسها يا فندم. الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طوارة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فندم. يعني ايه اجازه؟ بلاش شهر نزلت. شهر ايه؟ بلاش شهر نزلت. يعني ايه بلاش شهر نزلت؟